عينا هذه الايام حسينا بالعيا اختي الله يجعل البركه. كيفاش تجلس مع نسابك وتعرض معاهم ويقول لها الزوج ديالك فين خدام؟ تقول لي مجموعه مدارس الزعابله بغيتو تستبلدونا. راه قلت لكم النهار الاول راه حنا اللي كنقريو جميع فئه التلاميذ وعارفينكم نتوما شمن فئه الفئه اللي كتراوغ وكتناور غادي نفضحوها ان شاء الله. اذا جيتو درتو لنا خاطرنا جمله اعاده نظر في الساعات الاضافيه. شنو الحل؟ ما كاينش جمله كاينه ولكن الحل ما كاينش. كاين لا ارقام لا تاريخ لا والو. تعويض على المناطق النائيه غادي نشوفوا هذه المساله تاع التعويض على المناطق النائيه. سير الدين فوقاش الله اعلم هو راه عنده اتفاق تاع 2009 اللي فيه 700 درهم تاع المناطق النائيه. وحنا عارفينكم من غتجيو المناطق النائيه تقول لي لا زحيني ماشي مناطق نائيه سبت بني قرفط ماشي مناطق نائيه. شوف انا السميه عامل السميه كيفاش كيف تعرفها واش نائيه ولا ماشي نائيه تفهم من اول تولينا الناس في فلوريدا ها طامبا ها ميامي شوف السميات كيف دايره ثم تسميات تفهم من اول تولينا البغيليه الشراوطه الزعابله الفكارنيه تنحشمت. كيفاش تجلس مع نسابك وتعرض معاهم ويقول لها الزوج ديالك فين خدام؟ تقول لي مجموعه مدارس الزعابله. شد اسماء وانا قلت لكم الاسماء قمعتونا بها بعدا قمعتوا التلميذ بعدا التلميذ غيحشم يسافر يمشي لشي مدينه ويقول لي راه كنقرا في هذه المؤسسه الاسميه. حنا الان بقيت ما عندها حتى حموله تاريخيه. مشينا سولنا قلنا راه عندها حموله تاريخيه ما عندها والو. راه حنا اللي خدامين 30 ساعه في الاسبوع وعندنا 30 ساعه اخرى في التحضير اعداد الدروس. راه حنا خدمتنا ما كتساليش في الباب تاع القسم. راه ما كاينش شي استاذ ما يمكنش ما يوجدش الدرس تاعو في الدار وعادي يجي. حنا ما كنصايبوش عقود ازدياد غادي نكتبهم وغادي نمشي رغم الاحترام تاعي لهذ الفئه اللي كتعاني بدورها. ولكن حنا عندنا مهام خاصه. حنا راه كنوجدوا عندنا مختبرات في الدار كتوجد الدرس وعاد كتجي عاد زيد عليها واحد ثلاثه تسويع تاع لا نافيت اليو روتور. كيفاش كتوصل وتجي تقول لي نتشاور مع مديريه المناهج في الساعات الاضافيه؟ يعني باقين كتخوو باقي المراوغه حالفين ما تصلحوا هذا القطاع حالفين على انكم تشتغلوا بنفس المنهجيه اللي كتشتغلوا بها في الانتخابات. وداك الشيء علاش كنقولوا التعليم خاصو يقطع مع السياسي. التعليم ما يشدوش السياسي ما يشدوش النقابي سليله ما كاين لا نقابات ولا احزاب. التعليم بحالهم بحال الاوقاف بحال الاوقاف شو الاسلاميه ما يشدوش شي واحد شي حزب. الدوله هي اللي تحط يديها على هذا القطاع باش القطاع ما يجيش يلعبوا في عباد الله. كما كنتي كديروا في الانتخابات كتجي للمدينه ما كتقدرش تصلح الاصلاح تاع 20 عام كتصلح الاصلاح كما قلت لك تاع 5 سنين كنجي عاوتاني لموراك كيحفر الطريق عاوتاني ويزيد يوسع شويه. بغيتو ديروها في التعليم عاوتاني تعطيني انايا الاتفاق تاع 2026 حوار قطاعي باش يجي لموراك عاوتاني يضرب هذا الشيء كامل. وكاخويا ما ملتزمش معك كما كتقول انتوما. ثم قلت حكومات اخرى اللي خلات لكم هاد المشاكل حكومات على الفاسيه اللي سنات الاتفاق تاع 26 ابريل 2011 تاع الاثار المالي والاداري. اذا انتوما ماشي شغلكم فيه ياك. اذا اللي غايجي من موراك حتى هو غايقول هذا الاتفاق لا يهمني. اذا انت هو قدر ما يلتزمش به كما ما التزمتيش انت براسك الاتفاق تاع 14 يناير 2023 باقي ما دازتش حتى العام. اذا الناس راه كتسير رزقها الناس راه كتموت بالتقسيط. تقول لنا بغيتوا الاتفاقات غنغرقوكم بها هاهما دابا غرقونا دابا بالجمل الانشائيه كل حاجه كنا كنقولوها داروها لنا في هذا الاتفاق. صراحه واش حنا كنكذبوا؟ قلنا الحقيقه اي حاجه كنا كنغوتوا عليها كتبتوها ولكن غير عباره عن جمل كاين حتى حل. كنتوا كتقولوا ساعات كتبوها لكم كنتوا كتقولوا المهام كتبوها لكم ولكن الحل ما كاينش. جمل انشائيه بدون ارقام بدون تواريخ وتكرس الازمه اللي كانت. وبالتالي الرساله لجميع المنابر الصحفيه التي تكرس السلبيه بين قوسين وكيقولوا بان لا وكان الاساتذه خصهم يديروا حتى هما مشاو الملفات فئويه ولا الفردانيه كنقول لهم بان المثاليه راه ما يمكنش نوصلوا ليها اي عمل كيف ما بغى يكون. حنا الشعار ديالنا هو الاستمراريه افضل من المثاليه. راك انت كتقولوا لهذاك المواطن كتقولوا ليك لا قطعتي البيض والله ديك البيضه لا تولي تباع بنص درهم. انتم عرفتوا بان هذا المواطن اصلا ما غادي يقطعش البيض وكتعطيوه حلول سحريه. راه جوج المليار تاع الدرهم دايرينها غير محاربه اي اتجاه غادي يهضر على المقاطعه ولا اي اتجاه غادي يهضر على شي مشكل بحال المشاكل ديال التعليم. كيحاربونا كيتحط فيديو كيجي الذباب الالكتروني كيلتحق مباشره كيسب ويعاير الناس خاسر الفلوس. وكيتهمونا حنا في البرلمان قال لك هذوك التنسيقيات كيهضروا بالواتساب وكيهضروا بالفيسبوك واش حنا بقاو نسينوا الواتساب؟ هي حنا كنشتغلوا بالوسائل المتواضعه ديالنا ما عندناش حنا نيجان بحالكم وعندنا مكاتب فاخره وكتجيبوا دي زانجينيور تكنيسيان باش يحاربونا. لا حنا عادي ما عندناش اخويا حنا باقي كنتعاملوا بالتليفون. انتم فعلا عندكم الناس اللي كتشتغل معاكم ما بقيتوش محتاجين التليفون. وبالتالي حنا يشرفنا اننا نتشاوروا مع القواعد ديالنا
مش تهكموا علينا وتقولوا كيمشيو تشاوروا مع الناس. اي غنمشيو نتشاوروا النقابات اللي ما تشاوروش، ها انتم شفتوا النتيجه، ها هما مشاو يحلوا مشاكل بعضياتهم، ما حلوش مشاكلنا حنا اللي خرجنا للشارع. وبالتالي حتى واحد ما يحاول ينشر طاقه سلبيه بين المناضلين والمناضلات. كنعرفوكم، كتجيبوا الناس تاوعكم، هاد النقابات بين قوسين، وكيجلسوا معنا في المسيره وكتبقى غادي معاك في المسيره وينشر طاقه سلبيه، وكيقول الزملاء تاعو عينا هاد الايام حسينا بالعيا اختي الله يجعل البركه، حتى انا في المؤسسه ديالي هما كيحاولوا ينشروا الطاقه السلبيه بشكل متعمد وممنهج، وكيوقف معاك كاع في الوقفه وخدام عليك، وفي الحقيقه راه بزاف بداو كيتراجعوا. كنعرفوا هاد الشيء، كتخدموا به في الانتخابات ودرتوه، من كتبغوا تحيدوا شي واحد من شي مدينه كتمشي وكتنشروا ديالكم يجلسوا في القهاوي وبداو ينشروا الهضره، فلان عنده اربعه المعامل، هذاك راه عنده سبعه شركات حصلوا، هذاك ناشفار، والخبار كتنشر حتى فعلا كتسقطوه وكيهبط فعلا وكينجحش. نفس الشيء دابا بغيتو تسقطوا وتفشلوا وتسرقوا هذا الحلم اللي عندنا. حنا عندنا حلم واحد هو ان المدرسه ترجع لاعتبار. نكدروا كرامه الاستاذ، انا كرامه الاستاذ من كرامه الدوله. يمكن نهضروا على المكانه الاعتباريه للاستاذ، راه هي من المكانه الاعتباريه للدوله، راه الدول كلها تتقدم بالتعليم ماشي شعار. انتم جايين كتعطيونا طرفه الخبز حار حار، كنمشيو ليه حتى 80 كيلومتر بيست كنجبدوه من فم ديال السبع، وكاك حاضرين عليها الضغمه ديال الخبز الحاره وتتوقفوها لينا، وتجي تعطيني 25 درهم من اليوم وتقول لي عدمي، كنهضره سوداويه